نفتخر، انا ساكنه في دوار الصهد وكنفتخر بالدوار الصهد، وهاد الناس راهم راه غالطين بزاف، ما كاين لا مراقبه لا حتى شي حاجه، بان تيقول لك بانه هو قانوني. مين سيدي هو قانوني؟ الشهر الاول، الشهر الثاني ما خلصناش، يقطعوا علينا ما يخليوناش، حنا غرقنا 20 عام عاد دابا كيجيو هما قانوني. من هو قانوني الشريف؟ علاش بلاتي من هو قانوني؟ كتشعل فينا العافيه، كنتحرقوا بزاف ديال الاخطار كتوقع علينا، الضو الفوق الضو التحت ما كيجيوناش. مي كنهضروا معاهم تيقول لك ماشي شغلنا، وزياده على ذلك شوف انايا مصيفطه ليا ورقه، ها هي فيها 70,000 ريال و4 المليون ونص. المشكله وايدا تفاجئنا بالمشكله ديال الضو، الضو اللي جاتنا فيها 2,80,000، 3 الملايين، حتى 4، حتى 7 الملايين. حنا هاد الضو التزمنا معاه فعلا في الاول على اساس 16 ريال كيلووات. المواطن ما عارف شي كيلووات شنو كيدير له، ما سمعناه منهم، ما عارفينش حنا كيلووات شحال كيساوي. شي بزاف حشومه، الناس ما عندوش ما ياكلوا، حنا ما عندناش ما ناكلوا، ما نخلصوا. كاين اللي خرج لي 3 المليون و4 المليون، وسيد ساكن في 4 مترو، هذا عار، هذا عيب، هذا عيب والله العظيم، هذا عيب. هذا كي ساكن في 7 مترو، 7 مترو وخارجه لي 4 المليون ديال الضو، هذا ماشي عار. وهادي 19 عام زعما علاش مخلينا هادي 19 عام؟ كانوا حيدوا، اش كنطلبوا منهم يجيو يديو هاد الضو ديالهم؟ احنا ما خصناش هادشي، راه الناس مضرورين وحنا مضرورين بزاف كاع. كاين اللي ما لقاش ما ياكل، واش بعد ما لقيش ما ياكل تقول دخلت 4 المليون؟ مين غايجيب هاد 4 المليون منين؟ هادي 19 عام، علاش مولين الدور تحيدوا لهم في 3 شهور؟ وحنا مخلين 19 عام ديال كتجمعوا وبنادم ما صايش ما ياكل، حشومه عليك. الاخوان كنشكركم انكم جيتوا باش تلبوا لنا هذا النداء، احنا ناس مضرورين، احنا ولاد دوار السوق الجديد، سميتو دوار السوق الجديد، وتنفتخروا بالانتماء ديال هذه السميه، وتنستعروا من اي واحد تيقول دوار الصاد ولا تيقول دوار الغابه ولا دوار السوق الجديد، لاننا عندنا في البطائق الوطنيه ديالنا دوار السوق الجديد. المشكل اللي مطروح وعلاش جينا احنا هنا، اننا تفاجئنا بواحد الانذارات حمرين ديال الضوء، انذارات حمرين ديال الضوء. الا جينا نهضروا لكم على المعطيات ما غاديش تقدونا الساعات باش اننا نهضروا، حنا غنهضروا لكم داك الشيء بخلاصه وبايجاز. حنا راه تحولنا هنا في 92 92 تحولنا على اساس اننا حنا عندنا تحولنا في 92 على اساس اننا راه ساكنين هنا. دابا حنا رانا راه ساكنين قانونيين. انسان تيصحاب تيبقى تيخربق تيقول لك حنا البرارك ولا كذا، ماشي موضوعنا هذا، حنا ساكنين قانونيين، حنا محاولين من البراكه للبراكه على اساس اننا غنستافدوا هنا. نرجعوا للضو، الله يجازيكم بخير. الضو انت كتساني الفلوس، والشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث قطع لي الضو. راه شي واحد ملي تيكري الدار راه الشهر الاول الثاني الثالث تيعس حبسلك، تيقول لك ما تبقاش كاري عندي. حنا ملي كنا خلصنا الشهر الاول، خلصنا الشهر الثاني، خلصنا الشهر الثالث، ما قديناش. حنا راه الناس ملي دخلوا الضو على اساس كما قال با حسين قبل، راه 16 ريال كديري مع الشركه، لاننا غنخلصوا 16 ريال كيلو، كتقول غتجيني 60 درهم 65 درهم ماشي مشكل، نديرها عوض ما نبقى ندير الباترين شارجي، عوض ما نجيب البوطه، عوض ما داك الريسك تريسيان سارقين الضو. قلنا احنا زعما نخدموا بحالنا بحال ايها الناس، نخدموا بواحد الاطار اللي هو قانوني ونحميو نفوسنا، واذا بك تفاجئ كتجيك ورقه فيها 80,000، راه لا يعقل هذا الشيء، هذا راه لا يعقل. الورقه فيها 1000 درهم، ورقه فيها 120,000، ورقه راه لا يعقل. المعطيات الاخوان راه كاينين الناس اللي عندها 12 مليون، كاينين اللي عندها 10 الملايين اللي غيخلصها، واش 10 الملايين واحد راه ما لقى حتى ما ياكل، واحد راه فايق من 3 الصباح وجايب 60 درهم وجاي، 60 درهم اش غيدير بها؟ في الشهر. ورقة أخرى مصيفطة لي 4000 درهم 80,000 ريال و 1,060,000، والورقة الأخرى اللي صيفطوا لي دابا فيها 2,000,000 ونص. إينا ورقة اللي غادي نتبع أنايا، غير اللي بغيت نعرف. الدوار راه ما بحالوش، راه ما عندوش، الدوار راكبة فقر الدم، راه مصوص ليه الدم ديالو واللي باقي غادي يديوه هاد الريضان. حنا دابا كنطالبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا، وكنوجه رسالة للمدير ديال الريضان اللي يجي يحيد الضو ديالو، وحنا ما عندناش باش نخلصوا. بصفة عامة حنا ما صلنا ما ناكلو، الماكلة المخير فينا كيطلب، المخير فينا ما صايبش ما ياكل، حنا ما عندنا ما نوخرو ما نقدمو. ودابا اللي كنطالبو تجي ريضال تحيد الضو ديالو، حنا ما كنتهدوش، حنا الدوار الوحيد اللي ما كنخافوش، ما كنخافوش من التهديدات ديال الريضال، وما كنخافوش ما كنخافوش من التهديدات ديال الريضال. باش هي كتهددنا وقالت لك نهار الجمعه غادي تجي تحيدنا الماكن، تجي تحيدهم، حنا ما عندنا ما نديرو بهم، حنا نضويو غير بالشمعه. باش كنا كنضويو حنا راه قنوز مره، وحنا هنا الدوار مبني علينا، انا الاولى بصمه ديال الدوار، انا باقي عندي 12 عام وجيت لهنايا، وحنا ها حنا 30 عام هنايا. دابا
لاكارت ناسيونال ديالي، لاكارت ناسيونال ديالي فيه دوار سوق جديد، مصيفط لي حي معموره، مصيفطين دوار الصاد، كل واحد كل مره وشنو كيصيفطوا، ما بالضبط ما مضبطين الراس ديالهم ما مضبوطش، لما قال على تساع، لما قال ندير شوف كلهم حلولين، ما كيجيوش يعبروا، ما كيجيوش هاد الناس كيقدروا كيحطوا. دابا اللي كنطالبوا منهم يهزوا ضوهم ويمشيو علينا، صافي حنا راه ما كنخافوش الدوار الواحد، وكنقولها وكنعاود نقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالها، بان حنا الدوار ديالنا راه ما كيخافش، راه الشهمه ديال الدم اللي عندنا باغيين يحيدوها. هادشي اللي كنقول، كنطلب من الله ومن الملك، وكنطلب من الله بجلالة الملك، كنطلب من الله بجلالة الملك يدير التفاتة لهاد الدوار، يدير التفاتة لهاد الدوار، الدوار مقهور، هاد الدوار راه مقهور، كنطلب من الله وجلالة الملك، كنطلب من الله وجلالة الملك والمسؤولين، هاد الدوار هذا راه مقهور، هاد الدوار راه مقهور، راه الناس كتطلب، راه الناس ما صارت ما تاكل، راه الناس ما صارت حتى شي حاجة. كتلقى تخرج تلقى المراه كتطلب في الخضره، كتلقى الراجل كيطلب في التيد باش يصبن. صافي هادشي اللي هو اللي عندي انا قلته، الميساج ديالي انا وصلته، والسلام عليكم. 16 ريال زادوا الضرائب والتيفيات. لا بلاتي سي صالح الله يجزيك بخير. المهم اللي جينا تفاجئنا في الورقه الاولى صيفطوا لنا فيها الاتاوه الثابته، النظافه، الضريبه، الاشتراك الى اخره، شي حوايج ما عرفناهمش حنا كاع ما عرفناهمش. صنا خلصنا الورقه الاولى، كاين اللي مخلص الورقه الاولى، كاين اللي مخلص الثانيه، كاين اللي مخلص الثالثه. ملي صنا روسنا مضرورين مزيود علينا بزاف، صنا روسنا مضرورين، قطعنا الخلاص. ملي قطعنا الخلاص كان هذيك الساعه خاصهم حتى هما، حنا ضرينا قطعنا الخلاص، حتى هما ضروا خاصهم يقطعوا الضوء، ما يخليوش حتى الان عاد يجيو يبداو يقول لك خلص الضوء والناس واحله. واحلى عاف كيلو ديال السردين، حنا ما كناكلو السردين لا ما دار 160 ريال، 160 عاد تناكلوه، واما ملي تيكون 260 راه ما كندخلوش، حنا راه واحلين عاف المعيشة، وحنا محاولين على أساس الاستفادة، على أساس الاستفادة، محاولين على أساس الاستفادة. دابا نتوما واقف تيهضر، البطاقة الوطنية عندي راه زيدنا هنا. انا زيد هنايا والصغير والكبير تيعرفنا، حنا مضرورين والضرر هو اللي خلينا انا نخرجوا نهضروا، حنا راه تنهضروا هنا كنوصلوا الصوت ديالنا بطرق قانونيه وطرق سلميه، حنا راه فين هذاك الموظف اللي كيفرق الاوراق بامكاننا نجريو عليه، ولكن لا حنا عارفين ان هذاك السيد خدام، ما عندناش ما نديرو، حنا كنوجهوا للمسؤولين، حنا الضو كيفاش تدخل الدوار راه ما غاديش نخلصوا الضو، وما عندناش باش نخلصوا الضو، وما كاينش حتى حاجه سميتها قاموس ديالنا سميتها الضو، وحنا راه ساكنين هنا هذا هو اللي كاين.